هذا وكان سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عقد مؤتمرا صحفيا الليلة الماضية رفع خلاله التهاني إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية. وأعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده والمستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات مساء أمس في مقر المركز الإعلامي بفندق كراون بلازا بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أعلن أن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات بلغت 73%. يشرفني باسمي وباسم اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة نجاح تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها هي 73%. وأؤكد لكم أن المواطنين البحرينيين كافة رجالاً ونساءً قد سطروا بأحرف من ذهب ملحمة جديدة من ملاحم الوطنية والانتماء والشعور بالمسؤولية الهادفة، مستشعرين أهمية الدور الذي يقومون به في بناء بلدهم والعمل على رقيه وتقدمه، خاصة في مجال المشاركة السياسية الحرة والتي تعد من أهم ثمار ونتائج المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. يأتي التصويت المواطنين اليوم لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية بعد تحضير مكثف ومجهود كبير وعمل دؤوب طوال مرحلة العملية الانتخابية، بل وقبل ذلك أثناء فترة الاستعدادات والتجهيزات لها والتي بدأت منذ عدة شهور ماضية واشتركت فيها الجهات وفرق العمل المختصة في هيئة التشريع والرأي القانوني وعدة وزارات وهيئات وطنية. إن الحديث عن دلالات هذا النجاح الكبير للحدث الانتخابي الذي شهدته مملكة البحرين اليوم هو حديث يطول، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير والشكر الجزيل لكل من شارك في إنجاح هذه الانتخابات الوطنية، وخاصة بالشكر لجميع الوزارات والجهات الحكومية، كما أثمن غالياً هذا الصدد دور وجهود السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين بهيئة التشريع والرأي القانوني خلال رئاستهم للجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، كما أعرب عن بالغ شكري وتقديري للسيد المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية، وللسيد دعي خليفة بن جاسم مدير إدارة الانتخابات والاستفتاء بهيئة التشريع والرأي القانوني، ولجميع الفرق العاملة بالانتخابات وبالإدارة التنفيذية للانتخابات وكافة المتطوعين لجهودهم المشهودة في إنجاح تنظيم العملية الانتخابية. وأرى من واجبي كذلك أن أتوجه بالشكر للجمعيات الأهلية لجهودهم الكبيرة والشفافة في الرقابة الوطنية على هذه الانتخابات، وبالتأكيد فإن الشكر موصول للصحافة ووسائل الإعلام بشتى أنواعها على دورها في تغطية هذا الحدث الانتخابي الوطني بشكل يعكس مسيرة التطور الديمقراطي التي تعيشه مملكة البحرين وتتقدم فيها إلى الأمام يوماً بعد يوم. فضل من الله سبحانه وتعالى، مرت العملية بسلاسة، كان في أقبال
وكبير على مراكز الاقتراع، وكان هذا واضح من خلال زيارتنا اليوم للمراكز، وكذلك بالنسبة لمتابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية أيضاً. فكان الحمد لله كان في مؤشر أن في إقبال على العملية الانتخابية، وإقبال كبير في الحقيقة. التنظيم أعتقد ما كان يعني في أي مشاكل. البحرين اليوم تملك من الخبرات المتراكمة في عملية تنظيم الانتخابات ما يقارب أو 20 سنة من التنظيم. لدينا خبرات، لدينا كفاءات بحرينية، لدينا ثقة في البحرينيين الذين يقودون هذه العملية بكل يسر وسهولة بالنسبة للناخبين، ومنح الناخبين طبعا حقهم السياسي على أساس أنهم يباشرونه في يسر وسهولة. وكذلك من دورنا أيضا طبعا أن احنا نهيئ الأرضية السليمة أيضا على أساس أن القاضي يقوم بدوره بالإشراف على العملية الانتخابية إشرافا كاملا.